نكتة بألف درهم مسابقة رمضان مع سعيد النصري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك سعيد على جميع الإخوان المغاربة داخل وخارج الوطن، وكنقدم نفس التحية للعائلة والأقرب الأصدقاء. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد اللي هو نكتة بألف درهم. لكن قبل ما ندخل لهذا البرنامج، بغيت نتقدم بالشكر الجزيل لكل الإخوان المغاربة من طنجة للقويرة داخل المغرب وخارج المغرب على المساندة ديالهم فيما يخص المرض ديال الأخ ديالي السي محمد الناصري، واللي الحمد لله الآن رغم أنه زالت منه الفيروس ديال كورونا، ولكن باقي يعاني من المخلفات ديالها، لأن أثرت له على الرئة ديالو، أثرت له على الكلاوي ديالو، لأن حتى لحد الآن باقي ما عارفش أشنو ممكن تخلف هاد المرض القبيح اللي كنت منه من الله في هاد الشهر أنه يزول علينا ويزول علينا هاد الوباء من بلادنا، ونرجع لأيامنا الجميلة جدا، وتحلوا المساجد ديالنا، ونمشوا نصلي ونتعودوا نتعانقوا ونتبوسوا مع بعضياتنا، لأن خلال هذه الأيام هذه عشت أيام صعيبة جدا، مني شفت أن بزاف الناس اللي مساكن كيتصابوا بهذا المرض هذا، ولكن في نفس الوقت تتشوف واحد التضامن واحد المحبة كاينة بين المغاربة. كذلك بغيت نتقدم بالاعتذار للناس اللي قالوا لي علاش ما كتجاوبش مني، صيفطوا لي الدعوات ديالهم والدعاء ديالهم للاخ ديالي، فانا كنت كنعيش ظروف صعبه جدا، ما بغيتش نقولها وما بغيتش نعاود ندير فيديو اخر باش ما نأثرش عليكم، لانني كنت مريض وكنت عندي الكحبه، ودرت واحد سكانر توراسيك، وطلبوا مني لاني لقاو واحد اللي بتيطاش في الريه، وقالوا لي ضروري خصك تمشي تدير تيست ديال كورونا. ما نخبيش عليكم ان كانت واحد الجنازة يعني في الدار، يعني كل شيء كان مخلوع، وانا كنت خايفة اكثر على الوليدات ديالي وعلى العائلة ديالي، لانهم خافوا وقالوا يمكن حتى انا تصابيت. فهذاك الاحساس خلاني نعيش تجربة اللي ما بغيتكمش تعيشوها، فلهذا خصكم تبقاو في ديوركم وما تخرجوش. فمشيت للوبيتال ديال مولاي يوسف، وتماك ربي سبحانه وتعالى بغاني نشوف اشنو واقع، بغاني نشوف الناس كيفاش عايشين، بغيت نشوف هذوك الاطباء والتضحيه اللي كيديروا الناس ديال الصحه من اجل الصحه ديال المواطن. يعني كتشوف ان الطبيب مسكين الخوف في عينيه، ولكن رغم ذلك تيحاول يشجعك نتايا ويحاول يسهر عليك انت اكثر ما كيشوف نفسه. شفت الناس محرومين من وليداتهم، ما تيشوفوهمش، يعني عايشين في لوطيل ما بين لوطيل واللوبيتال، وكيشوفهم غير في التليفون لامبيلونسي، يعني عشت معاهم هذيك التجربه. ومن بعد حسيت بان الاهتمام ديالهم بالمواطن، الاهتمام ديالهم بسعيد الناصري، كانه شي حاجه غاليه عندهم. هذا شيء زادني تشجيع وزادني قوه وزادني محبه في بلادي وفي التضامن اللي كاين في بلادي. فانا تنتقدم بالشكر الجزيل لهاد الاطباء، كنتقدم بالشكر الجزيل لهاد الممرضين، لهاد الناس اللي زومبيلونسيين، الناس اللي خدامين في الصحه بصفه عامه، كذلك الناس ديال الامن اللي في الطريق، يعني شفتهم كيفاش واقفين ومضحين بوقتهم، يعني لا جدرميه ولا بوليس، يعني داخل وخارج المدينه، يعني هاد الناس كلهم، الناس ديال النظافه، هاد الناس اللي كلهم مضحين من اجل الراحه ديالنا حنايا. فاحنا خصنا نعاونوهم ونساعدوهم وما نخرجوش من ديورنا باش ان شاء الله نقضيو على هذا المرض. والشكر الجزيل الكبير جدا لصاحب الجلاله، لان مني مشيت لوبيتال شفت التجهيزات اللي كاينه، شفت الامكانيات اللي محطوط، الاجراءات اللي تخاضت، وكل شيء تيشكر سيدنا، لانه هو اللي خدا هذه الاجراءات في الاول وقبل ما يتفشى هذا المرض وقبل ما يضرنا كاملين. راه نتوما شفتوا الدول متقدمه ووحلو، ولكن سيدنا بالحكمه ديالو وبالبركه اللي عطيه الله سبحانه وتعالى، انه فكر ان اتخاذ الاجراءات من قبل، واننا ولهذا حنا خصنا نتبعوا ونحاولوا نمشيو نتبعوا التوجيهات ديال الجهات المختصه ونبقاو في ديورنا وما نخرجوا شيء. فشكرا لكم، شكرا لهذا التضامن، شكرا لهذا المحبه. هذا البرنامج كيفاش جا؟ لانني لاحظت في اطار هذه المعاناه اللي تعيشوها المغاربه، لان هذه الظروف اللي تنعيشوها النكته ما غبراتش، يعني كاينه، يعني وانت جالس في دارك وانت في الحجر الصحي كتحس براسك انك متضايق وبوحدك، حتى كيصيفط لك شي واحد شي ابتسامه ولا شي نكته ولا شي حاجه اللي كتضحكك وترفع عليك، فلهذا الترفيه لا بد منه. فلاحظت ان الناس كيشتلوا فيديوهات مع وليداتهم، نكت مع وليداتهم، فجاتني هذه الفكره وبغيت نجازي هاد الناس هادو، وبغيت نجازيهم بالطريقه ديالي وحسب الامكانيات ديالي. فاولا الله اللي غيجازيهم، لانهم كيحاولوا يرفعوا على الاخوان ديالهم ويرسلوا هاد لي واتساب ويرسلوا هاد لي ميساج هاد. فجاتني فكره ديال نكته ب 1000 درهم. هذه النكته ب 1000 درهم برنامج اللي هو بسيط جدا، ان كل الناس غادي يقدروا يشاركوا معايا ويفوزوا ب 1000 درهم كل نهار. كيفاش؟ انك
سجل نكتة عن طريق الفيديو يعني في الواتساب تصيفطها، يعني فيديو ما يفوتش دقيقة واحدة، يعني النكتة ما تفوتش دقيقة، إلا فاتت دقيقة فهي ملغية. غادي ترسل لنا نكتة فيها دقيقة، تسجلها بالصوت ديالك وبالحركة ديالك وبوجهك وتصيفطها فيديو لهذا الرقم اللي كتشوفوه لتحت اللي هو رقم ديال الواتساب، وحنا غادي نعزلوا هاد النكات وغادي ناخذوا منهم 10 كل نهار. هذوك العشرة هما اللي غادي نحطوا، وانتوما اللي غادي توافقوا عليهم، يعني انتوما اللي غادي تنتخبوا عليهم اولا انتوما اللي غتصوتوا عليهم، يعني غتقولوا هاد النكته هي اللي مزيانه ولا هاد النكته هي اللي ما مزيانهش، يعني غتكون من واحد حتى لعشرة، انت غادي تختار واحد جوج ثلاثة أربعة، تختار الرقم اللي بغيتي وتحطوا. حنا من بعد غنديروا الحساب وغادي نشوفوا شكون هو الفائز في هذوك اللي مشاركين كلهم، وهذا الشيء غادي يكون على القناه ديال اليوتيوب اللي هي القناه ديالي انا ديال سعيد الناصري، واللي غادي الجائزه ان شاء الله غتكون 1000 درهم لهذيك النكته، يعني خلال شهر غادي تكون عندنا ان شاء الله 300 نكتة، لأن كل نهار غادي نحطوا 10 نكات، 300 نكتة كلها كتأرخ واحد الموقف معين في المغرب، عاشوا المغرب، لأن النكتة كيف تتعرفوا عندها دور مهم جدا في الثقافة الشعبية ديالنا، لأن النكتة تؤرخ الزمان والمكان. فإلا رجعنا للنكات ديال الستينات غادي نلقاو نكات تتعلق بالاستقلال مثلا، إلا رجعنا للخمسينات غادي نلقاو، ولا الربعينات غادي نلقاو نكات تتعلق بالاستعمار، غادي يعني كاين واحد النوع ديال النكتة أنها تؤرخ الزمان والمكان، النكتة مهمة بزاف. وفي نفس الوقت هاد الناس هادو اللي غادي يصيفطوا لنا النكات، نتمنى من الله ان اللي غادي يفوز بهاد 1000 درهم يعني يكون مسكين محتاج ليها نيت، خصوصا في الظروف هذه، وتعاونوا شويه. فالحمد لله كاين واحد التضامن، كاينه واحد المحبه لاحظتها من خلال ما بين الفنانين والفنانات مع بعضياتهم، كاين واحد النوع من 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 التضامن مع الناس، ان شي كيعاون شي، شي كيتكلف بعائله، فهذا تيبين ان المغاربه شعب زوين وشعب جميل جدا، والله يكمل علينا بخير جميعا، والله يحفظنا ويحفظ ملكنا ويحفظ بلادنا ويحفظ وطننا ويحفظنا من هذا الوباء ان شاء الله. فاذا شاركوا معايا وارسلوا لي النكت ديالكم عن طريق الواتساب في هذا الرقم اللي تحت، النكته ما تفوتش دقيقه وتكون مسجله فيديو، انا تنعاود نقولها لكم، وانتم اللي غادي تصوتوا عليها، لان غادي تدخلوا للقناه وغادي، وما تنساوش انكم يعني تضغطوا على الناس اللي ماشي ابوني انهم يكونوا ابوني، باش نقدروا نعطيوهم دائما الجديد ويتوصلوا بالنكت كل نهار ملي غنحطوا الحلقه يتوصلوا بها. فشكرا لكم، وان شاء الله ديسي يعني 30 حلقه غتكون عندنا 300 نكته، وغادي يكون الفائزين 30000 درهم اللي غادي نحاول نعطيها من مالي الخاص، لان ونتمنى من الله الا بغى شي حد يتعاون معايا ان سبونسور ولا شي واحد اللي بغى يعطي اكثر، فانا مستعد ما عنديش مشكل، انا ما بغيت ناخذ والو، يعني اللي غادي نشدهم نعطيهم الفائز لانه يستاهلهم، لانه هو اللي غادي ينشر علينا البهجه والفرحه في هذا البرنامج هذا. اذا شاركوا معنا ومرحبا بكم، وفوزوا معنا ب 1000 درهم كل ليله طيله شهر رمضان الكريم، ونتمنى لكم الصحه والعافيه، وان شاء الله موعدنا كاملين في صلاه ليله 27 ان شاء الله كنظن، الى ربي سهل سبحانه وتعالى وتحيد هذا الحجر الصحي، المساجد ديالنا غادي تفتح وغادي نصليو مجموعين ونتبوسو وتعانقو، حيت حنا المغاربه راه لا ما تباوشناش وما تعانقناش، راه كنحسو براسنا شي حاجه ناقصه، راه دابا كنظن الاغلبيه كيبغي يسلم عليك واخا كورونا. تبارك الله عليكم والى اللقاء، شاركوا معنا. شروط المسابقة أنك ترسل فيديو ما يتعداش دقيقة للرقم اللي على الشاشة مع الاسم الكامل ديالكم، بالتوفيق للجميع.